السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ محمد أحمد الزبادي أبو الوليد، وهذا الجزء هو الجزء 26 من هذه المقابلة، وبه نفتح أسئلة القسم الثاني التي تهدف إلى نقل صورة عن معاناة الفلسطينيين خلال فترة الانتداب البريطاني والصراع مع العصابات الصهيونية ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين خلال النكبة وفي مناف اللجوء والشتات. عمي، في مدينتك يافا كان في أحزاب؟ يعني أحزاب بالمعنى الأحزاب ما كانش في أحزاب، يعني زي اليوم عقائدية ومبادئ، يعني معروف كان في ناس التفوا حول إنسانه وهلما جرى. أنا مجلسي وأنا معارض، شو هذا الأكثر إشي. مجلسي يعني التفوا حول الأمين الحسيني ومعارض التفوا حول راغب النشاشيبي وجماعته. راغب النشاشيبي كان من يوم من الأيام رئيس بلدية القدس، والحاج أمين الحسيني رئيس المجلس الأعلى الإسلامي. طب حاجي، بشكل عام يعني مين كان يحظى بقبول أكثر، المجلسيين ولا المعارضة؟ لا والله كان المجلسيين أكثر، لأنه كان يعتقدوا أولا من وجهة دينية أنه رئيس المجلس الإسلامي الأعلى وإنسان لفف لفة وكذا، يعتبروا أنه هو إنسان صادق وأمين. وكان دائما سياسته سياسي دائما معارضة كثير للحكم الإنجليزي والاستعمار وإلى آخره. وكان الراغب النشيبي من الجماعة اللي هو بيحب أنه إلى حد ما زي ما بسموهم معتدلين اليوم، يعني معتدل، يعني هو معتدل انه يساير اليهود ويساير حكومة الانتداب. حكومة الانتداب. طب تتذكر مين في شخصيات ورموز؟ شخصيات ورموز المجلسيين في يافا؟ بيافا وراء راغب النشيب، اللي وراء راغب واللي وراء حاج امين. والله بتذكر كان من دار الدرهلي، زكي الدرهلي؟ لا، من دار الدرهلي كان مسعود الدرهلي عضو بلدي. هذا لمين؟ سعيد الدرهلي. نعم، هذول مجلسيين ولا معارضين؟ معارضين. سعيد الدرهلي، مسعود وسعيد من دار الدرهلي، بعضهم كان معارض وبعضهم كان مجلسي. طيب مسعود الدرهلي ومين الاسم الثاني؟ سعيد أخوه. نعم، عبد الرؤوف البطار، عمر البطار، هذول شو معارضة؟ متزعمين. كان مع راغب النشيبي، هذول من الزعماء اللي كانوا يعني معروفين يدعونا إلى المعارضة وإلى آخره، ونشيطين. مين كمان معارضة عمي كانوا؟ نعم، تتذكر آخرين كانوا معارضة؟ والله في معارضين آخرين لكن مش أهل قد كانوا لهم تأثير. هدول كان لهم تأثير كتير، عبد الرؤوف وعمر وهالجماعة هدول والملتفين حولهم. نعم. طب مجلسيين، مين كان في مجلسيين في المدينة؟ مجلسيين؟ نعم، يعني مش قادر أقول لك مين اللي كان هل قد يعني أكترية البلد وأكترية هذا كان مع المجلسيين، بس ما بدون ذكر أسماء، يعني الأكترية، يعني لما يقول المفتي كذا تلاقي له كلهم زقفوا ويعملوا ويسووا لآخر. أما إذا كان بشكل عام مين كان المجلسيين بالقدس وهذا، يعني كان عامل كامل عراقات، كان مجلسي وكان عامله قائد الفتوة لما صار في نجادة قائده الهواري. النجادة لمين كانوا تابعين عنه؟ نعم، النجادة لمين كانوا تابعين؟ لمين كانت تابعة؟ كانت يعني منقدرش نقول هي مجلسية أو معارضة، لأنه ما دامتش كتير طويل حتى الواحد. طب محمد، أما كانت ببدايتها إنه هي مؤسسة كانت عسكرية، كان رئيس الهواري وكان الشباب كليتهم أكثريتهم كانوا مجلسيين حازوا إلها، وكان إلها أعضاء يعني محترمين ونشطين، فوزي الشنطي وآخرين،
ولكن ما دامتش كتير هذا، وصارت الاضطرابات التقسيم والتقسيم، صارت اضطرابات، واليهود صاروا يضربوا مدافع هون على البلد، وبعدين المفتي ما تعاونش معها، يعني المجلس لم يتعاون مع هذا. نعم النجادة. نعم. ما تعاونش مع النجادة؟ لا ما تعاونش، رمل ضدهم الفتوة، حتى انه عرض على النجادة لما خلصت الحرب العالمية الثانية، عرض على النجادة 25,000 برن من مخلفات الحرب العالمية الثانية، معركة العالمين، ما تركوها من أسلحة هناك. وكان يمكن السعر 10 جنيهات أو 15 جنيه. راحوا للمفتي يطلبوها، كان المبلغ لقوه، ضربوه في بعضه لقوه كتير، ما قدروش، قالوا احنا راحوا اشتروا اليهود، اشتروا ب 25 جنيه لبرن. وهذا تسلحوا فيه بآخر المدة، وكان ضدنا وعمل عمل ما عمله، ودربهم الإنجليز هناك في وينجت، وينجت دربوا اليهود هناك 85,000 من أعضاء الهجنة، دربهم هناك في الصحراء الغربية في مصر ليكونوا في يوم من الأيام ضد الألمان، لأنه كان الألمان متقدم كتير في كف في فك الكماشة اللي كانت موجودة. إحنا اللي طلعنا من طلعنا من موضوعنا ولا لا؟ على نفس الموضوع. نفس الموضوع. فالكماشة كانت كماشة الألمان، كماشة إيدي ذهب إلى تركيا من أوروبا إلى تركيا حتى تحتل تركيا، وتيجي تحتل البحر المتوسط، ويحولوا البحر المتوسط كله كبحيرة للمحور. والعالمين هم رمل من الجهة شمال إفريقيا متجه إلى الإسكندرية، والتنين التقوا وين؟ في فلسطين. فالإنجليز على طول راح أخذ هالهنا، عملهم طابور عمل اليهود طابور خامس، واليهود استفادوا من العملية هذه إنه أعطاهم أسلحة كتيرة، وأعطاهم أساس يقدر يوقفوا كطابور خامس ضد الألمان إذا كان قدر يستولي على العالمين، لأنه كانت شديدة، والرمل كان ممكن إنه يستولي على العالمين لولا إنه صدفة أجت للحلفاء وقدروا يستفيدوا منها. طيب إن شاء الله رح نتعرض في حديثنا بعد قليل حول الحرب العالمية الثانية، لكن عمي نرجع شوية لموضوع المجلسيين والمعارضة. هل المجلسيين عمي كان لهم مقر في يافا؟ المجلسيين؟ نعم. مقر بالمعنى المقر ما كنتش أعرف إنه في مقر حد. نعم. الو صار عندي مقابله حسب شنو ما عندي مقابله طيب حجي قلت لي مقر كمقر ما فيها بشكل واضح مقر بالمعنى المقر ما كانش فيه ما كانش فيه مقر بالمعنى المقر لأنه كان وقتها الاضطرابات كتيرة قوية، وممكن اغتيالات، وممكن يصير في كذا، والثورات والدنيا، ممكن المقر هذا يتعرض إلى حرق أو هذا، ما كانش في مقر. المعارضة طيب كان المعارضة ما كانش لهم مقر، يعني مقر معروف إنه هذا حزب المعارضة أو راغب نشيب إلى آخره، لكن كان معروف بعض الشخصيات معروفين إنه هذول كذا. وكانوا اللي ميزتهم انه المعارضة كانت تلبس طربوش، يعني يعلن عن نفسه انه معارضة يلبس طربوش، والمجلسيين اكتريتهم يلبسوا حتى وعقال، وكانت القرى كلها هيتا لما تنزل هاي فلا بصير حتى وعقال، حتى اجبروا بعض الناس انه يمشي بحتى وعقال عشان يميز نفسه عن الاخرين. طيب حجي المجلسيين يعني آسف واستغلوا الانتداب، حكومة الانتداب استغلت ذلك
انه حط الدبابات والدبابات تجول الشوارع في يوم الجمعة او يوم اللي يعرفوا انه هذا في افواج جاي عليه. فهذا كل واحد لابس حطه وقال قولوا تعال انت من فين الى اخره، اذا لقوا انه هذا يحطوه في السجن. ولذلك في كتير ما ترى يتخفى ويروح يلبس طربوش. طيب حجي، المجلسيين مثلا كان عندهم قوة عسكرية ولا كانوا فقط يعني ناس المجلس المجلسيين؟ المجلس كان عنده اللي ألف بعدين في الآخر لما شاف في النجادة ما النجادة كامل عقاد، هو كلفه المجلس أو المفتي أو جمال الحسيني، قال له إنه عملنا منظمة، لأنه كامل عقاد كان بيوم الأيام ضابط شرطة وكان رئيس نقطة المنشية عندنا بيافا. فكان كامل إرقاط رئيس الفتوة، ويوم عمل اجتماع في يافا وجاب ناس اجتماعات كذا، حضرت الاجتماع على في وأعلن أنه هناك مؤسسة جديدة اسمها الفتوة محاربة الصهيونية واليهودية والاستعمار البريطاني إلى آخره من الهتافات والشعارات اللي كانت مرفوعة وكانت مستحسنة والتصفيق كان حاد. وأخيرا من كتر ما تحمس قال لو أمرني مولاي، كان حاطط صورة المفتي على المحل المسرح اللي هو واقف عليه، صورة المفتي، طلع على صورة المفتي وأشر عليها، قال لو أمرني مولاي لضرب اليهود لألقيته بالبحر. عشان هيك هلا مستعملين هالكلمة وأنا سمعتها بداني. قال لو أمرني مولاي لضرب اليهود لألقيت فيهم في البحر. طيب عمي، غير الفتوة ما كانش هناك يعني ثوار أو مقاتلين يتبعوا للمجلسيين مثلا؟ كان إيش؟ ثوار أو مقاتلين؟ ايوه طبعا 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 وقت ما طلعوا الثوره على الجبال طبعا كانت هذول ائتمروا ويمدهم الحاج امين الحسيني يمدهم بالعتاد والحذا، منهم عبد الرحيم الحاج محمد، عارف عبد الرازق، فارس عزوز، هذول جماعه تركريم اللي كانوا في شمال تركريم وفي جنوب تركريم في شمال تركريم. يعني عارف عبد الرازق كان في الطيبه شرق تركريم، وفارس عزون في قرية عزون معروفة شرق القيلية، وكمال السعدي كان في جهة جنين ماسك الشمال، وعبد الرحيم الحاج محمد مركزه كان تركريم، وققون تبع إله شويكة والمحلات وبلعة طب فيها فمين كان مسؤول عنه إذا وعنب كانت تابعة له عنب كمان؟ نعم شخصيات فيها عسكرية مثلا؟ شخصيات فيها كانت بعرف واحد كان ضابط بالشرطة كان اسمه مصطفى درويش، وكان ضابط يعني لابس ضابط وكان ضابط يعني معروف وطني، ولما عرفوا فيه الإنجليز ضابط يعمل كذا وكذا لآخر يعودوا آخر بعد 33 أو 35 هيك 36 طلعوه من الخدمة وهو من المالحة من جهة. لكنه سكان يافا؟ نعم كان سكان يافا؟ طبعا كان مسؤول في الإشلي، وفي الإشلي كان مسؤول ضابط. طب بنفس الوقت عم المعارضة كان عندهم رجال يعني مقاومة أو مقاتلين ولا ما كانش؟ لا ما كانوش يؤمنوا بالشغلة هذه، ما كان عندهم مثلا مشاغبين زي ما بقولوا أو يعني أما فصائل كذا آخره ما كانوش في جبال منتشرة هذه المعارضة. طيب محمد الهوالي عمي شو كان يشتغل؟ حاولوا إنه ياخذوا النجادة معهم لكن كانت الفترة كتير قصيرة، لأنه دخلوا شو كانت 46 47 48 يعني فيش سنة سنة ونص، كانت الأمور كلها منتهية خربانة. نعم كانت خربانة الخربانة وبس، ما فيش يعني واحد يلتقط ألفاسه
لأنه بتعرف معروفك أنه التقسيم حدث في 47 في نهايتها في شهر 11 مثلا أو وبعدين 48 يعني كلها قامت لقيامة. نعم. طيب حجي محمد الهواري كان رجل عسكري ولا رجل مدني؟ والله كما أعرفه كان رجل موظف في حيفا وكان من الموظفين الكبار كويس حتى وصل إلى سكرتير نقابة موظفي فلسطين مع واحد من دار فلحان العرب. يعني كان وصل إلى نقابة الموظفين وهذا يمكن اللي أعطاه المركز اللي إنه يقدر يستغله سياسيا أو عسكريا أو إلى آخره. وطنية كان أول وطني كويس لكن بالآخر في 48 أو بعد ما طلعنا واللجوء إلى رام الله أجا على رام الله وكان رئيس لجنة اللاجئين أو عميد اللاجئين برام الله إلى فترة فانضم ألفوا وفد هو وعزيز شهادة وزكي بركات وراحوا على سويسرا. ما بعرفش يعني كيف الترتيبات اللي حصلت اللي سمعنا عنها انه فلان وفلان وفلان ذهبوا الى سويسرا لمفاوضة اليهود برجوع اللاجئين اللي طلعوا كذا لاخره. نعم. هو عزيز شهادة، عزيز شهادة محامي من كان بيافا وبعدين صار في رام الله، لجأوا الى رام الله، وزكي بركات كان في رام الله. والهواري طبعا مثل ما قلنا رئيس لجنة اللاجئين فمركز كان له فراحوا على هذا. فبعد ما اجتمعوا هناك عدة اجتماعات وإلى آخره ما لقينا إلا عزيز شهادة وزكي بركات رجع إلى رام الله، وأما الهواري راح عند اليهود على إسرائيل. هذا سر من الأسرار ما وصلتش إله أنا. كان يتداول الناس الحديث انه يمكن باقي هذا يشتغل مع اليهود او مش باقي يشتغل مع اليهود، علمه عند الله. اما ذهب الى من سويسرا ما عاد الى مركزه في رام الله، عاد راح ذهب الى اليهود. وحتى عزيز شحاده رجع عنه. نعم عزيز شحاده، عزيز شحاده بقي في رام الله لكن ما حصلش تصريحات او كذا الى اخره. طيب حجي كانت وقتها الحالة تهز ترج الجيش الأردني كان لسه حاكم البلد عسكريا. هذا في رام الله. عمر مطر كان مسؤول عن رجعنا طلعنا عن يافا. خلينا في يافا شوية حجي. نعم. خلينا نرجع شوي بس ليافا. نعم. بدي أسألك عن الأحزاب مرة ثانية. نعم. الحزب الشيوعي كان موجود عامل في يافا. كيف؟ الحزب الشيوعي. حزب الشيوعي. كان موجود في كان موجود. نعم. كان موجود ولكن مع الأسف كانت قيادته بإيد اليهود وكانت تتمثل عزبة الوطن الوطني. كان في فلسطينيين في هذا الحزب؟ يافويين كان. تتذكر أسماء اللامعة؟ والله بتذكر السكسك عبد الرحمن السكسك. نعم. في الكلفاني كان محامل اسمه الكلفاني، فايز الكلفاني أبو لغسان أظن الكلفاني وآخرين. خلينا ما نفضحش هالناس ونقول هذا. وكان أخوي معهم وأنا كنت ضد أخوي وأخوي ضدي وإلى آخره. نعم. لكن كانوا يجتمعوا في أماكن يعني مع الأسف إنه كانوا يجتمعوا معهم يهود. مؤمن قبل 48. نعم. يعني كانت الحالة مختلفة واليهود كانوا مواطنين ما كانواش محتلين. ما هو الحزب الشيوعي إذا بدنا نرجع للفكرة والمبدأ، الحزب الشيوعي حزب أممي لا نعم. يميز بين يعني دينيا صحيح. بين فريق وآخر وإنسان وآخر صحيح. يعني مبادئ معروفة إنه يا عمال العالم اتحدوا. ما فيش فرق بين هذا وبين الثاني إلى آخره. مبدأ الشيوعية عقائديا واقتصاديا لا تفرقه. نعم.
بين واحد وواحد، ولذلك كان حتى عندهم سيدات كمان يهوديات. عشان هيك انا بعرف انه كنت اشوفها تيجي بالملاي ومغطي راسها وعامله كذا لاخره ويعملوا اجتماعات في البيارات عندنا. عندك اعتقاد عمي ان اليهود اللي كانوا في الحزب الشيوعي كانوا يشتغلوا لمصلحة اسرائيل، كانوا يشتغلوا لمصلحة الدولة العبرية، ولا كانوا بالفعل شيوعيين؟ يعني كانوا هو كل مبادئهم انه احنا اخوان ويجب ان نتعاون مع بعض في دولة واحدة موحدة، لا فرق بين يهودي ولا مسلم ولا نصراني ولا اخر، مبادئهم معروفة يعني هذه. طب كان معروف عن هذا الحزب؟ وكانوا يخلوا الناس انه في كثير من المتطرفين او من الناس اللي مش فاهمين ايش يعني هذا ينضموا إلهم لكن ما يعلنوا عن انفسهم. نعم، يعني كان تنظيم سري، لانه على طول يعتقل. وامتى انفرج عنهم؟ لما دخلت روسيا في الحرب العالميه الثانيه بطلوا يصيروا في المعتقلات، طلعوا للارض، وعشان هيك عرفت بعض الاسامي منهم لانه ظهروا على وجه الارض وصاروا يتعاطوا بالسياسه ويعطوا تصريحات ويعطوا كل شيء بعد ما دخلت روسيا الحرب. طيب عمي، مين كان زعيم الحزب الشيوعي في يافا؟ نعم، زعيم الحزب الشيوعي في يافا كان عربي ولا يهودي؟ لا، كان عربي. عبد الرحمن، مش الحزب، انا بقول كان يمثل الحزب الشيوعي باسم تاني، ما يقولش الحزب الشيوعي، يقول عصبة العمل الوطني. حزب عصبة، أما هم شيوعيين بمثلوا الحزب الشيوعي في يافا. هذا اللي كان مثلا المثقفين يعرفوه، أما غير ناس ما كانش يعرف. طيب حجي، يعني عند الاحتلال ما اختلفوش مع بعض العرب واليهود؟ نعم، ما اختلفوش العرب واليهود أبناء الحزب الشيوعي الواحد؟ ما اختلفوش لما صار الاحتلال؟ بعد الاحتلال طبعا، انه قالوا له انتوا غشتونا وكذا الاخير، فانفصلوا كثير منهم، انفصلوا من الموضوع هذا حتى نعطيهم يعني الحق بتاعهم، انه يعني اتجهوا الى العروبه واتجهوا الى هذا، ومنهم معروف هلا نايف حواتمي مثلا وغيره، نايف حتى حواتمي كان شيوعي معروف يعني. بس هلا بدنا نرجع نطلع عن يافا يعني معناته. اما اضطريت اذكر نايف حواتمه على اساس انه معروف. نايف حواتمه كان في يافا؟ لا، ما بقول لك هلا ذكرت اسم نايف حواتمه، انا خرجنا عن يافا. نعم. ولكن خرجنا على اساس عمال بدي اخذ امثله. ايه، ما فيش مشكله تاخذ امثله عمي. نعم. ما في مشكله لما تاخذ امثله. يعني هذا هو. طب عمي، كان هناك في احزاب او حزب أو منظمة إسلامية مثلا في يافا؟ منظمات إسلامية كان طبعا. شو كان؟ جمعية الشبان المسلمين، وهذه نشأت في يعني عرفنا عنها، يمكن كانت تكون قبل، لكن عرفنا عنها بال38، ظهرت بال38 واعتبروا أنفسهم يعلنوا عن نفسهم إنه جمعية الشبان المسلمين. طيب ومين كان بزعمها هذه عم؟ والله زعيم بالمعنى الزعيم، كنت أعرف أعضاء يعني، بس مش بال38 زي ما قلت كانت اضطرابات، كلية اضطرابات، ما كانش حدا يقدر يعلن عن نفسه إنه هو إيش. طب بعد ذلك يعني ظهر بدأت الحرب 39 و40 و41 كله حرب. ما هي المشكلة اللي يعني ساعدت كثير. طيب، ساعدت كثير في إنشاء الوطن القومي اليهودي. طب ما كانش في شخصية رسمية في هذا التيار عمي؟ نعم، هذا التيار. نعم، التيار الإسلامي. كان في شخصيات معروفة مشهورة؟ يعني بنقدر نقول كل هالدينيين بدون ما نعرف عنهم أنه هدول بجمعية الشبان المسلمين كانوا دينيا ما ينضموا لجمعية الشبان المسلمين يعني اسميا، أما مش فعليا أنه هو هذا. نعم، يعني كان في منهم ملحمين وفي منهم مثلا أصحاب مهن وأصحاب حرف وأصحاب هذا، أما المثقفين كانوا قليل ينضموا للأشياء هذه المتطرفة الدينية. نعم. طيب حجي، كان حزب التحرير كان بذاك الوقت صار متأسس؟ نعم. حزب التحرير؟ نعم. والله حزب التحرير ظهر مؤخرا، هذا بعد الأربعينات يعني.
ظهر في يافا؟ لا ما بعرفش انه كان في حزب تحرير في يافا، لكن بعد ال 48 ظهر بشكل يعني ملفت لما بين، لانه انا كنت في رام الله. هلا بدنا نرجع نطلع على الحقيقة عن يافا، لانه بيافا ما كانش في حزب تحرير يذكر. اما بعد 48 بقدر احكي لك عن حزب التحرير اللي بدك اياه، بس هذا بكون رام الله والبيره والقدس والمشاكل. طيب الاخوان المسلمين في يافا عمي كانوا في موجود؟ نعم اخوان مسلمين في يافا. اخوان مسلمين؟ نعم. ما هي جمعيه الاخوان المسلمين، هي جمعيه هي جمعيه الشبان، ما كلها جمعيه الاخوان المسلمين او شبان المسلمين. طيب كانت تحولت يعني جمعيه شبان المسلمين، نعم، الى جمعيه الاخوان المسلمين والى اخره، صاروا تابعين لحسن البنا. يعني حسن البنا قدر يدخل النفوذ الى فلسطين في 38، يعني ظهر انه في نفوذ مصري دخل الى الموضوع هذا وصار يطلب انضمام ناس الى اخره. طيب عمي كان في حزب او تيار قومي؟ كان في لهم علامه يحطوها خضراء هنا على صدرهم او على، نعم، على جاكيته الواحد يحط انه هو، نعم نعم، تيار قومي او حزب قومي كان موجود؟ التيارات القوميه كانت موجوده، لكن يعني نقول انه كل واحد مش شيوعي او لا يؤمن بالماركسيه، وهذا كانت بين المثقفين. نعم. مع الاسف يعني انه العامه كانوا لا يتدخلون بالسياسه، اللي باخذ امي هو عمي بالمثل هذا، لكن والمثقفين كانوا هم اللي يعني اكثر شيء، اللي بيقروا جرايد، اللي بيستمعوا، ما انت عارف. وبعدين التعليم الجامعي كان كثير ما فيش موجود كثير بشكل هذا، فكان ممكن يتاثر اي واحد في اي شيء لساته مش متفتح او تاثر في اي سياسي او اي واحد بوشوشه وبحكي له وبيعمل له كذا. لكن الاكثريه المثقفين كانت اكثريتهم كلهم مع المجلسيين. طيب يعني في كان ناس بارزين في يافا يعني يعني يميلوا للبعد القومي او العروبي؟ لا العروبي، نعم. طبعا كان العروبي كثير، العروبي هذه كانت مسيطرة. مثل مين عمي كانوا في أشخاص مشهورين في مدينتك مدينة يافا بهذا الاتجاه؟ يعني مش قادر أقول لك، لأنك أنت سألتني عن الأحزاب القومية، ما كانش في هناك أحزاب قومية إلا بعد الأربعينات وخرجنا من البلد. طيب بعد الأربعينات ما يعني كانت مثلا القومية، كانت حزب البعث، حزب القوميين العرب إلى آخره، لكن هذا كان بشكل قليل. يعني القوميين العرب كانوا أكثر ناس اللي هم راحوا تعلموا بأمريكا بالجامعة البيروت الأمريكية وجاءوا إلى البلد بعد ما خلصوا الجامعة، وهذا حصل بعد 38، لأنه كل الفترة كانت قصيرة جدا. يعني الحرب العالمية الثانية انتهت، الأولى انتهت في 18 أو 19، فاللي عمره 20 أو 29 لسه في 38 كان ولد. ففي 38 بدأت إنه في من بعد 38 39 بدأت الخريجين النتيجة اللي راح مثلا يتعلم وكمل تعليمه، لأنه أنت ما تعرف إنه مدن فلسطين كانت خالية من الجامعات. بعد نابلس مثلا اللي صار فيها النجاح، ونجاح صارت النجاح مؤخرا وما كانت يعني لسه تقدر تستوعب جميع اللي كان اكثر شيء كان يتعلم اللي يعني نظام الانتداب كان ياخذ من المدارس كلها الاول والثاني والثالث ويقول لهم روحوا على القدس تعلموا في الكليه العربيه، والباقي لازم يروح يلاقي له شغل، أو إذا كان أبوه قادر إنه يبعته على جامعة أو يبعته وين، يبعته على مصر أو يبعته على بيروت. نعم. فكانت الفترة كتير قصيرة إنه يكون في عنا خريجين جامعات، لأنه قلت لك الفترة بين 19 و 18 و 20 وجود المؤسسات التعليمية والمدارس المضبوطة بدأت في العشرينات و21 و22 إلى آخره. لما بصير الولد عمره
20 او 25 سنه صار احسب بين ال 25 بال 35 بال 37 بال 39 بال 40، فكانت ساعتها عز الاضطرابات وعز المشاكل، ويجي يواجه مشاكل، يواجه اضطرابات، يواجه اشياء مش قادر كيف بده يعمل، هل انه يمشي التعليم تبعه او انه يلاقي له وظيفه او يلاقي له عمل او يلاقي له كذا. عشان هيك كل الانتداب استغل يعني كل الامور وعمل كل هالوسائط هذه حتى يضل الشعب الفلسطيني متأخر تعليميا وثقافيا واقتصاديا وكل شيء، يسهل إنشاء الوطن القومي اليهودي. نعم. طيب عمي، النشاطات اللي كانوا يمارسوها الأحزاب، يعني المجلسيين أو المعارضين أو الحزب الشيوعي أو الحزب الإسلامي أو القوميين، شو كان تقريبا يعني الأنشطة اللي التعبيرية اللي كانوا يمارسوها؟ بالآخر صار يعني يافا كانت حية في هذا الموضوع. نعم، يافا كانت حيوية في هذا الموضوع، حيوية جدا. نعم. حيوية ومتأثرة كتير، أكثر بلد كانت متأثرة في الأشياء، القربة من تل أبيب عاصمة اليهود. نعم. فكانت متأثرة، أكثر إشي متأثر كانت في الأحداث يافا. ففي الآخر الشيوعيين نعطيهم حقهم بعد اللي ما ثبت لهم أنه اليهود هم يحملون الفكرة أنه إنشاء الوطن القومي اليهودي، بعكس وكان إذا كان شيوعيا أو غير شيوعي أو غير كذا، إلا أنه الهدف بتاعه كذا الأخيري أنه شلة يميني إن نسيتك يا أورشليم، وكلهم بيتفقوا على هذا الاتفاق. ثبت لهم هذا الشيء بالثورات وبالهذا لما لقوا أنه اليهود حتى الشيوعي اليهودي حمل السلاح ضد العرب، لأنه كانوا مقنعين العرب أنه الشيوعي اليهودي لا يحمل السلاح ضد العرب، ولذلك العرب لم يحملون، الشيوعيين لم يحملوا السلاح ضد اليهود، لكن بعدهم ثبت لهم عكس ذلك وانضم كثير منهم إلى الوطنيين وإلى القوميين. لا أقدرش أذكر أسماء كثيرة، وكان ظاهرهم انه بجوز يكون ظاهرهم قومي ويكون ظاهرهم مش قومي، بقدرش اذكر اسماء يعني اللي بعرف. والله بهمنا الاسماء عمي، لانه هذا تاريخ. يعني حرام ما نذكر هذول الناس. يعني مثلا عبد الرحمن السكسك ذكرته. نعم. انه رئيس عصبة هذا انضم الى القوميين وكان يعطي تصريحات قومية حارة جدا. عظيم. ونشط، وكان جماعته كلهم كلهم انضموا الى القضية هاي. مين في أسماء آخرين عمي كانوا يعني أيضا نشيطين؟ يعني أكثر إشي كان هو هذا، لأنه كان كله سرا، ما كانش حدا يقدر يعلن عن نفسه أنه شيوعي. طيب. ما كنتش تقدر تعرف عنه شيوعي إلا إذا اعتقل، والله فلان فلان أخو فلان اعتقلوه، ليش اعتقلوه؟ والله هذا شيوعي. أما أنه يقول أنه والله فلان هذا، لأنه ما فيش حزب عليه علوان على الباب أنه ألحق مقر الحزب الشيوعي، وكل واحد داخله أو طالعه نعرفه أنه من هو. نعم. طيب حجي، في المقابل عندكم كان يعني بالمناسبة بين قوسين ذكرت هذا، لأنه كان ممنوعين منعا باتا إنشاء الأحزاب من حكومة الانتداب. طيب اليهود كان عندهم أحزاب عم؟ نعم، كان عندهم أحزاب معروفة، حزب العمال، حزب ترومبلدور، حزب جابوتينسكي، اللي هو اللي عمالين بيحاربونا، هذول كلهم من انشئوا من بداية قبل الانتداب ما يكون موجود. والوكالة اليهودية، بكفي الكلمة، الوكالة اليهودية حكومة كانت ضمن حكومة. الكيرن كيامت، الصندوق القومي اليهودي، الصندوق القومي اللي اشترى الأراضي هذه كلها هي تبع شركات أمريكية استثمارية. شرح لي عنهم واحدة واحدة هذول. نعم. شرح لنا عنهم مرة ثانية عمي، تذكرون الأسماء مع شرح بسيط عن هذه الأشياء عمي. عن مين؟ عن الوكالة أو عن الحزب العمال أو عن الشركة. مثلا جابوتينسكي كان رئيس. نعم. الحزب الثاني، وهلأ أحفاده نتنياهو وآخرين، براك من حزب العمل معروف، وبريز وبن غوريون كان زعيم الحزب العمل اليهودي، وايزمان مؤسسه، وكان نظرية وايزمان كيف دخل في الموضوع، وأخذ
موافقة العرب على إنشاء الوطن القومي اليهودي، خلينا نقول السياسي. احكي احكي يا حج، احكي عن هيك للتاريخ مش للجغرافيا، احكي. وازمن اول ما لسه اخر بداية يعني بداية ركب جمل وراح على السعودية، وكان عبد العزيز سعود وقال له انه احنا بدنا نعمل كذا ونعمل كذا والى اخره، ومدارس للاولاد المسلمين والاولاد الاذى. طبعا من الكلام الحلو الجميل اللطيف هذا، وكان من نظريته اللي ابرزها لهم انه احنا نظريتنا انه احنا نريد ان نسكن في البيت، ولكن لا يمكن ان نسكن في البيت وصاحبه لا يرغب فينا. نظريته هذه، ولذلك حزب العمل اليهودي كان نظريته انه خذ الرغيف وكل منه لقمه، ولما تهضم اللقمه بتاكل اللقمه اللي بعدها الى ان يهضم الرغيف كليته بعد 10 سنين او 20 سنه او 15 سنه. لكن حزب جابوتنسكي كان نظريته انه لا يمكن اكل الرغيف هذا الا بالسلاح، وكان لا يؤمن انه بنظريه وايزمان انه الاستيلاء على فلسطين قبل وبعدين الانقضاض على الاردن، لانه كانت الاردن داخله في الموضوع. نعم، الضفتين كانوا داخلين في موضوع الضوطين. نعم، وما زالت. نعم، فكان هذا قال انه ناكل الرغيف لقمه لقمه وناخذ فلسطين في الاول وبعدين نروح. هذا جابوتنسكي قال ترومبلدور، وقال ولبسوا قمصان وحطوا حزام هنا يربطوه، ينعرف انه هذا مثلا من الحزب جابوتنسكي زي ما بقوله متطرف ومعتدل، لكن فيش متطرف ومعتدل، الكل يؤمن بانشاء الدوله اليهوديه. لكن واحد بقول على مراحل ورضاء الاخرين واخذ موافقتهم، والثاني بقول لا بالسلاح. ولذلك كان شعارهم البندقية في إيد وعليها السنجة والهذا السنجة وموجودة هنا، وتحتها بالعبراني مكتوب ركاخة، يعني فقط بهذا ممكن تحقيق وخرطة الأردن وفلسطين ونهر الأردن والسلاح عليه موجودة، إنه بهذا ممكن تحقيق الدولة الأردن وفلسطين إسرائيل للنهر الدفتين. وللآن هذه موجودة اللي حزب بيغن. نعم، بيغن وشترن وهدول الآخرين للنهر الضفتين، هذه لنا وتلك لنا. نعم، بحكي للنهر الضفتين. هذه طبعا لنا وتلك لنا. طبعا هلأ صاروا بطالبوا فيها. نعم، نقول عمالي بطالبوا في الأراضي اللي شروها بسنة 33 وذكرتها الصحف. ورح يعمل، لازم يعملوا قانون انه هنا ما بيع في سنة 33 لا يعتبر انه هذا. طيب عمي، هذه الأحزاب أو المنظمات الصهيونية اللي كانت موجودة، هل كان لها مقر في يافا ولا أو في تل أبيب؟ نعم، كان لها مقرات الأحزاب. لها الأحزاب مقرات الأحزاب الصهيونية. لها معلوم مقرر، وحكومة الدولة معترفة فيها طبعا، بس كانوا صوريا إنه يحاربوا المنظمات هذه المتطرفة مثل الشترن والإتسل اللي هو حزب الجيش اليهودي، حزب إتسل هذا الإرجون، كانوا يحاربوهم يقولوا إنه هادو ممنوعين، لكن يدخل من الباب ويطلع من الشباك المعتقل أو هذا يدخل من الباب ويطلع من الشباك. لكن وكانوا هذول هم اللي نفذوا ضرب الملك أوتيل الملك داود والاضطرابات ضد الجيش الإنجليزي نعم، والانفجارات اللي كانت تحدث كلها بإيدهم. طيب عمي، يعني قبل التوتر وقبل كان يكون في لقاءات بين الأحزاب؟ كيف؟ كان يكون في لقاءات بين الأحزاب اليهودية والأحزاب العربية، ولا كانت العلاقة متوترة بين الطرفين؟ والله كان في بعض الأحيان لما يكون في سنين تطبيع، يعني كان يحدث بين كل ثورة وثورة يحدث سنة أو سنتين أو سنة ونص أو إلى آخره تطبيع، يعني يصير الناس يروحوا على تل أبيب، يجوا اليهود على يافا ويأكلوا كباب ويأكلوا
نعم. يتمتعوا بالسطيافة كل يوم سبت تلاقي ملان البلد يهود يأكلوا التطبيع والعرب يروح على ترامات وعلى إلى آخره. بعد 6-7 أشهر ما تشوف قامت القيامة، انقطعوا اليهود عن يافا، انقطعت العرب عن تل أبيب إلى آخره. أما الأحزاب كانوا مرات إنه كان في بن غوريون في حزب العمل ما حكناش عنه، وشرتوك اللي صار اسمه شريط. وين كان بن غوريون عمي؟ في تل أبيب ولا في مكان آخر؟ في القدس كان. في القدس. طبعا تل أبيب العاصمة بتاعتهم تل أبيب، لكن كان مركزه تقريبا في القدس عشان يكون قريب من القرارات وقريب من ال بس كانوا يسموها زكين، يعني الرجل العجوز الاختيار يعني المفكر، كانوا يسموه بالعبراني زكين، يعني يقولوا والله قال الزكين كذا وقال الزكين كذا الأب يعني. طيب حجي، الأحزاب والمنظمات الفلسطينية اللي كانت موجودة قبل النكبة كانت مثلا تدعو الناس للمظاهرات وال كانوا يدعو الناس إلى مظاهرات، يدعوهم إلى مسيرات وتصاميم إلى كل شيء يعني. طب شو أهم عمي يعني النشاطات البارزة يعني هذه العزيز. كانت توزع بمنشورات كمان كتير، إذا كان في دعوة للمظاهرات هذا مرات منشورات تكون مش موقعة، منشورات مذكور فيها أشياء كذا، قتل كذا وقتل كذا إلى آخره، ندعو الناس إلى التظاهر وإلى العمل وإلى الألد. طيب نأخذ استراحة عمي ونتابع حديثنا شوي بعد شوي. نعم نأخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله. شكرا.